مرحبا بكم اخواتي اخواني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير عصير. بما ان العصائر الباردة تستهلك بكثرة في فصل الصيف، فانا اليوم راح ندير لكم عصير يجيبني بزاف وما فيش مقادير كثيرة. اذا عصير تاعنا تاع اليوم راح نديروه بالباربا الشمندر او البطراف. اذا لتحضير عصير الشمندر او الباربا نحتاج الى المقادير التالية. راح نحتاج زوج حبات موز او بانان، ثلاث مغارف سكر، هنا السكر يعني على حساب الرغبة، على حساب يعني نتوما شحال تبغوا الحلاوة. اذا تبغوها حلوة يعني تكثروا ديروا اربع مغارف، واذا ما تحبوش انا هنا دايرة ثلاث مغارف. باكي واحد تاع فانيليا فيه 7 غرامات ياغورت. هنا درت ذوق فريز لان الفريز ذوق الفريز يجي شباب بزاف يعني مع الموز، ذوق الفراوله والشمندر او الباربا كما نقولوا لها بالعاميه او البطراف. هنا استعملت غير حبه واحده صغيره كما راكم تشوفوا، تكون طايبه طبعا نطيبوها في الماء. والحليب نحتاج الى هنا دايره 700 ملل حليب، اي تقريبا لتر، نقصوا منه يعني غير شويه، نقدر غير كاس هكا او يعني عندك على حساب افراد العائله. اذا كانوا افراد العائله كثار ديروا لتر كامل تاع حليب. اذا بسم الله نبداو طريقه التحضير. نقطعوا البانان تاعنا زوج حبات تاع الموز، تاع الموز نقطعوهم قطع صغيره هكذا كما راكم تشوفوا، وكذلك الباربا تاعنا او الشمندر ثاني نقطعوها قطع صغيره هكذا. اذا نفرغوا اول شيء في الميكسر تاعنا البانان او الموز، هكذا ونديرو الشمندر تاعنا. نزيدو السكر الفانيليا. هنا الميكسر نقدروا نستعملوا هذا الميكسر تاع الروبو او نستعملوا الميكسر اليدوي كيف كيف تاع هذاك يعني يدير لنا العصير. شباب نفرغوا الياغورت تاعنا او الزبادي، اخر شيء نفرغوا الحليب تاعنا. هكذا اذا خلاص الان راح نديروا كل شيء يتميكسعنا في الروب. هذا هو العصير تاعنا راه جاهز. فوالا هذا هو كما راكم تشوفوا، تحصلوا يعني على هذا اللون الشمندر يعني يطلق اللون تاعه ويعطينا هذا اللون الوردي، لون شباب بزاف. وحتى كذلك يعني البنة صدقوني يجي لذيذ جدا. راح نديروه الان في الثلاجة يبرد لنا شوية ومن بعد نشوفوه جاهز. العصير تاعنا راه جاهز، عصير الشمندر البارد يجي لذيذ جدا، ننصحكم تجربوه خصوصا يعني في هذه الايام، ايام حارة ايام الصيف، يجي منعش ولذيذ جدا. ان شاء الله تجربوه وتستمتعوا به. هذه هي وصفة اليوم، إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.